صباح الخير يا شباب. في الفيديو ان شاء الله هتلاقوا دليل كامل للسفر لمرسى مطروح. انا قبل ما اسافر دورت في اليوتيوب عن محتوى عن شواطئ مرسى مطروح عشان ارتب الرحله بتاعتي قبل ما اسافر، لكن للاسف لقيت المحتوى مشتت جدا وما لقيتش اللي انا عايزه كله في مكان واحد، فقررت ان انا ان شاء الله في السفريه هصور فيديوهات وهجمعها عشان تكون دليل مسافر اللي هيسافر مرسى مطروح بعد كده ان شاء الله. المدينه ما شاء الله كبيره جدا وواسعه وفيها حاجات كتير جميله، فلازم تنظم رحلتك قبل ما تسافر عشان تستفيد في كل دقيقه في الرحله. لكن للاسف ما لقيتش ان انا اصور كل شيء او كل الشواطئ بالشكل اللي يعجبني، عشان كده نستعين بترسلهم في اي وقت هم بيردوا عليه. اللي انت عاوزه في مرسى مطروح هم بيدلوك عليه. استاذنتهم ان انا اخد من الفيديوهات اللي موجوده عندهم على القناه عشان اكمل الفيديو ويكون بالشكل اللي هتشوفوه الوقت ان شاء الله. عشان تستفيد قوي بالرحله بتاعت مرسى مطروح لازم ترتب نفسك وتحدد الاماكن اللي انت عايز تروحها او الشواطئ اللي انت عايز تروحها قبل ما تسافر، لان المدينه كبيره جدا واسعه جدا، الوقت الضايع صدقني هتندم عليه لانها رحله ما تتعوضش. Thank you.
مكان فندق الجيش الوطني وهو ايضا فندق كارلوس المخصص للاجانب. على هذا الامتاع والاقناع بهذه الاجواء السعيده، دمتم دائما رائعين، دمتم بالطموح ودمتم بالنجاح وبالدفاع. هذه امنيتنا نسافر في هذا الصباح، اللهم حقق لنا ولاحبائنا مما نتمنى واكثر مما يرضيك الهنا. انت رب العطايا يا كريم يا رحمن يا رحيم يا منان يا ذا الجلال والاكرام.
على نظافة الشاطئ وجمال الشاطئ وجمال كل حاجة. طب تعالى كده بقى، ما بلاش هيتمسح كده. Thank you.
طب يبقى معلوم كده ولا عايز عايز معلوم ولا معدول؟ ايوه كده كويس. امشي خليك في اللي انت فيه.
الأرض مزحلقة هنا جدا. Thank you.
بعدين عنك وعليك. سمك دي نجاري دي ولا ايه؟ معدنية كده دي بس امال اللي فاهم ضامن. ما عادش طول يا حبيبي، ما عادش طول. في بترول عندك ولا ايه؟ طالع.
انا طالع كوخة كده يا هنا، كوخة كده يا هنا. ها يلا. يلا يا حمار. انزل. لا انزل، انزل. انزل يلا. لا Thank you.
المنطقة الأكثر مثالية في مرسى مطروح، آخر رمل، بعيدة عن الميناء وبعيدة عن الشط، وفي مناسبة للأطفال في أولها، مناسبة للأطفال وفي الآخر، يعني كده تقريبا في الآخر بعيد عن الشط ب 200 متر وفي طول. يعني من ابعد حته فرسان رومي، هننزل يا حبيبي، هننزل احنا دلوقتي. استنى جاي اجي معاك اهو. الأبيض، بس للأسف يا جماعة الموج هنا عالي، مش زي رومل أبدا، الواحد ما يأمنش على الأطفال هنا.
مين هياخد السمك يحطها في الميه؟ تعالى خد السمك. تعالى يا محمود. فين اهو؟ ها؟ امسكها كده زي ما ماسك. امسكها جامد. استنى استنى. يلا صورها. اه يلا. استنى انزل تحت انزل تحت انزل تحت. يا ولد. اي هتغطس في البحر هتستحمى. وانا بسرعه عشان الشمس. ماشي you
أنا؟ اقف جنب هنا يا محمود، اقف جنب هنا. شوف الشمس، طيب اكبر، سبتها بايدي، خلي بالك.